محور المماتعة مفضوح. ألم يقولوا في بداية الأمر إنه إذا حدث هجوم بري على غزة أو اجتياح بري بأنهم سيتدخلوا؟ أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. طبعا ربما الكثير من المشاهدين الكرام شاهدوا المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع الإسرائيلي قبل حوالي نصف ساعة. تكلم الرجل عن أبرز قيادي في حركة حماس داخل قطاع غزة يدعى السنوار. طلب وزير الدفاع طلبا غريبا من سكان غزة. شوفوا على طلب، أنا بأسمعكم الكلام حقه ولو أن الترجمة كانت ضعيفة نوعا ما في الجزيرة أثناء هذا المؤتمر الصحفي. هو يطلب من سكان غزة، يقول لهم إذا وصلتم إلى السنوار قبلنا، يعني صفيتموه يا سكان غزة، سنخفف عنكم وطأة الحرب، يعني سنخفف الغارات والضربات الجوية. يعني كأنه اعتراف ضمني من وزير الدفاع بأنه احنا نستهدفكم يا سكان غزة، كأنه يقول لهم احنا بنجزركم انتم لان احنا مش قادرين نوصل لهذا السنوار، لذلك نحن نطلب منكم كوزير دفاع، كدائرة قرار عسكري وحكومة حرب في إسرائيل، إنه أنتم اوصلوا إلى السنوار، بردوا قلوبنا. يعني الظاهر إنه الرجل هو اللي قاد المعركة في 7 أكتوبر ما يسمى بطوفان الأقصى، يعني بيقول لهم اوصلوا لصفوا وإحنا بنخفف عنكم وطأة الحرب، بنخفف عنكم الحصار. بمعنى إنه على ما يبدو إن السنوار هذا هو القائد الفعلي في قطاع غزة. هذا ما فهمته من كلام وزير الدفاع الإسرائيلي، يعني زي ما تقولوا بلهجتنا احنا اليمنيين هو الذي ضرطهم، ضرط الجيش الذي لا يقهر. فاسمعوا كلام وزير الدفاع ماذا يقول. هذا الأمر مسؤول عنه قيادة حماس، ونحن سنصل إليهم، سنصل إلى إحياء السنوار وسنقضي عليه. وأنا أقول ذلك لسكان غزة، إذا وأنتم وصلتم إليه قبلنا فسنخفف الحرب. وأيضا يقول وزير الدفاع الإسرائيلي لحركة حماس مقاتلين وقادة إنه ما معكم إلا خيارين، ليس أمامكم إلا خيارين، إما الموت أو الاستسلام. اسمعوا. وفي هذا الشأن المخربون في قطاع غزة هناك أحد أمرين، إما الموت وإما الاستسلام، لا يوجد إمكانية أخرى. يعني العالم كله، أمريكا والغرب وإسرائيل، كلهم عزموا أمرهم على القضاء على حركة حماس ومقاتليها في قطاع غزة. بمعنى إنه محور المماتعة مفضوح. ألم يقولوا في بداية الأمر إنه إذا حدث هجوم بري على غزة أو اجتياح بري بأنهم سيتدخلوا؟ رأيتم حسن زميرة طلع يلقي خطاب ساعة ونص، يعني ثرثرة يشرح الأحداث، اقتلب لي قناة الجزيرة وفايز الدويري. شفتم يا أذناب إيران، ما حد بهودكم. إسرائيل والجيش الإسرائيلي والغرب وأمريكا ما هم عارفين وين خرت أبتكم الجراو، وين خرتكم الجراد، ما يدوروكم أنتم. أنتم الأطفال المدللين لهم، بل الأداة القذرة التخريبية لهم في الوطن العربي والشرق الأوسط. نعم، لكن من رأوا بأنه عدو فعلا وأوجعهم وأذاهم، ها هم اليوم يحرضوا حتى سكان غزة، يقولوا لهم علمونا هذا الشخص السنوار، اقتلوه أنتم ونحن سنخفف عنكم الحرب، أو سنوقف عنكم الحرب، ما عاد بقي إلا يقول بأن نوقفها. يوصلوا للسنوار بس. السنوار هذا طبعا هو واحد من القيادات في غزة، هناك عدة قيادات وهيكل لقادة هذه الحركة، من هنية إلى مشعل، هذول اللي يمثلوا الدور السياسي. أما هذا السنوار على ما أعتقد هو الذي يمثل الدور العسكري بشكل مكتمل بغزة، لأنه لو لم يكن كذلك ما صرح وزير الدفاع بهذه اللغة أمام وسائل الإعلام إنه يوصلوا للسنوار اقتلوه يا سكان غزة أنتم، من أجل أن يخف عنكم الضغط العسكري
ويعني تخف عليكم وطئات ضرباتنا الجوية والعسكرية، بمعنى أنه خلصوا على هذا الرجل، كأنه يقول هذا هو القائد الفعلي وهو من خطط وهو من هاجم، دون علم محور المناخشة المقاحبة حق إيران، ودون علم العالم كله. يعني الرجل تصرف هكذا فزعة مع ما حصل في المسجد الأقصى قبل بدء هذه الحرب من انتهاك وسب للنبي ومن هذا القبيل، يعني حتى ربما ما كان بيجهز أصلا. هم جماعة هذول هم بيدوروا الموت، مش محتاجين إنهم يجهزوا، ما هم بحاجة إنهم يجهزوا ويعدوا علشان يعملوا مثل تلك الهجمة. إي والله، لأنهم الجماعة بايعين لأنفسهم لله هكذا يشي يستشهد، فطبيعي إنه تروا تلك الهوليودية، هذاك ولا بهوليود اللي جرب 7 أكتوبر، طبيعي تروهم بذلك الاندفاع، طالما العالم كله متكالب عليهم وبيقول إنه لابد ما نقضي عليهم وما أمامهم إلا الموت أو الاستسلام، معناته هم هذول الذي ذكرهم الرسول في أكناف بيت المقدس، والله ما غيرهم، مش الحثالات والأذناب حق إيران الذي تلطخت أيديهم بدماء الشعوب العربية والإسلامية، الذي أسقط 4 عواصم وتباهوا بإسقاطها، الذي أغرق اليمن ببحيرة من الدم وجعلوا كل شذاذ الآفاق يتقاسموها ويمزقوها، الذي سبوا صحابة النبي محمد، الذي شككوا بعفة وطهارة زوجة النبي محمد عائشة رضي الله عنها. تحياتي لكم.